ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا ار بي باتل تشالنج بادج في لعبه ادوبت مي، اللي ان شاء الله هنقدر نجيب منه في الاخر وينرز وينجز. وقبل ما نبدا الفيديو لازم تعمل لايك سبسكرايب كومنت شير، ويلا نبدا في الفيديو. وطبعا عشان ده البادج اللي نقدر نجيبه في الفيديو ده اسمه ار بي باتل تشالنج اهو، وطبعا ده الماب اللي اسمه ادوبت مي، وبرده ده طبعا الوينجز او الاجنحه اللي هنجيبها ان شاء الله لما نكمل ال 12 بادج او ال 14 مش فاكر بالظبط الرقم. المهم يعني ده الماب اهو ادوبت مي، هندخل الماب عادي جدا. انت ممكن تدخل سيرفر خاص عادي وممكن تدخل سيرفر عام. انا عن نفسي ممكن اعمل سيرفر خاص اسهل يعني عشان مبقاش فيه اي مشاكل. ممكن تعمل سيرفر خاص اهو مجاني يعني من غير اي فلوس، تمام اهو. بس كده هتعمل ريفرش هتلاقي اول سيرفر وتدخل السيرفر عادي جدا. وطبعا عشان بتستنوا لودنج عادي جدا، واول ما تدخلوا الماب اه ماشي دخلنا ماب اهو، ممكن اختار بيرنت احسن حاجه. تمام، اول ما تدخلوا ماب اهو ماشي يلا خلاص ماشي. اول ما تدخلوا ماب اهو هتلاقوا نفسكم دخلتوا البيت بتاعكم اللي كنت بلعبها زمان. المهم يعني ماشي، المهم يعني هتدوسوا هنا كده ايه وتخرجوا بره البيت عادي جدا. تمام، بعديها تمشوا بره المكان ده هتدوسوا هتلاقوا مكان اكزيت، يعني هتلاقوا متعلم كلمه اكزيت وتخرج من اكزيت عادي جدا. هنعمل كده تمام ونمشي رايت مش ثانية واحدة ندور على مكان معين اهو. جينا في المكان ده اللي هو النيرسري دي. تمام، اول حاجة هنروح عند البريدج ده. تمام اهو نمشي من عنده كده، حلو اوي. هتلاقوا هنا ان في المكان اللي هناك ده خالص، ثانية واحدة، في هنا بتاع الخضرة دي. تمام ثانية بس نبطل بتاع ده، بطيء اساسا. المهم هتلاقي بتاع الخضرة دي هتعدي عليها وبس كده، هتلاقي نورت وعملت شعاع كده فوق خالص، يبقى كده انت مية مية. تمام هنطلع برضه، هنطلع هنا برضه ونروح عند واحد تاني مثلا نشوف. طبعا عشان ابقى سريع بس هعمل البتاع ده. تمام اوي حلو. تمام هندخل برضه عند البريدج اللي لونه احمر ده. تمام اوي، هتلاقوا هي دي واضحة جدا. ماشي، اول حاجة تعملوها هنا تنزلوا برضه وتعملوا نفس الموضوع. تعالى يا عم انت جريت ليه. المهم يعني هتركب برضه البتاع ده. تمام، مش لازم طبعا تكون ماشي بالبتاع ده، يعني اي حاجة، فاهم قصدي؟ بس بعمل كده عشان يبقى الموضوع اسرع. تمام حلو قوي. في واحد تالت تقريبا اه ماشي، بتاع التالت ده حلو قوي. هتلاقي برضو البتاع دي اللي هي الجيم اللي لونها بينك دي، وبس احنا كده عملنا كل حاجه تمام. وطالما انت عملت الحوار ده وخلاص لقيت كل الالوان دي كلها تلاتة فوق دول حلو قوي، وعملت التلات مجوهرات دي، تمام اول حاجه تعملها ايه؟ تمشي كده وتيجي عند البتاع اللي هو الراجل اللي بيمشيك ده اللي هو بيطير فوق ده. تمام، هتمشي هنا عادي جدا وتقول له انت عايز تمشي. تمام حلو قوي، بس يا عم انا عايز اعمل يا عم. بيقول لي انت هتطير هتاخد منك $5 اللي في اللعبة طبعا. خلاص اشتغل، $5 $5 يا عم يلا ماشي. هنستنى 60 ثانية تقريبا وهنطير، اخيرا بدأ يطير الحمد لله يعني. فاحنا هنروح عند المكان البرج اللي فوق ده. طبعا تستنى بقى البتاع ده يصير المكان اللي هو قال ايه عليه. تمام اهو وصلنا تقريبا، تقريبا وصلنا ايوه اهو. هنقف هنا يا عم يلا ماشي يلا الحمد لله كده حلو قوي. هتلاقوا بتاع ده فتح ليكوا الباب ده. تمام هندخل جوه بقى، وبعديها هتطلع عادي جدا للدور اللي فوق خالص. تمام ندور على الدور اللي فوق خالص. تمام اهو الدور ده اللي عليه اجنحة ده. تمام بعديها استنى يحمل بقى. تمام اول حاجه هتعمل ايه؟ هتنط كده. تمام بعدين تنط كده، بعدين تنط كده، وبعدين انت تكون اخدت الكاس ده ويبقى انت كده خلصت التشالنج وجبت البادج طبعا. وهنروح نتاكد دلوقتي، انا عمال المهم هنروح نتاكد دلوقتي اللي احنا جالنا ولا لا، ويلا بينا على روبلوكس. طبعا شايف زي ما انتم شايفين اهو ار بي باتلز تشالنج ايتم اوند، لكن في حاجه مهمه لازم تعملها انك تدخل على ماب ار بي باتلز. طبعا عشان يبدأ ماب ار بي باتلز هندخله عادي جدا. وطبعا عشان يبقى مدخله خلاص هتدوسوا علامة البوز دي عشان ما ايه ما تدخلوش الماب. تمام بعدها تدوسوا تدوروا على بتاعت ايفنت بادج. تمام اهو وصلنا، وهتلاقوا اتعلم ان جالنا البتاع دي اللي هي بتاعت الماب اساسا زي ما انتم شايفين بتاعت ادابت مي اهو جبناها. وبس شباب يا رب يكون بيعجبكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب كومنت شير، نفس الغلطة بتاعت الفيديو اللي فات. المهم يعني ما تنسوش اللايك سبسكرايب كومنت شير وسلام.